لأول مرة هذا الموسم يشتد صراع الليغا الإسبانية إلى هذا الحد. الجولة 23 شهدت عودة برشلونة إلى صدارة الترتيب مجدداً بالشراكة وبفارق الأهداف عن قطبي مدريد ب 57 نقطة بفوزه العريض خارج قواعده على إشبيليا يوم الأحد برباعية مقابل هدف في ملعب رامون سانشيز. البداية كانت لأصحاب الدار بهدف سجله ألبرتو مورينيو في الدقيقة 15، لكن طوفان كاتالونيا سرعان ما أغرق إشبيليا، حيث سجل سانشيز الهدف الأول برأسية في الدقيقة 34، تبعه الساحر ميسي بهدف ثاني قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين، وعاد البرغوث الأرجنتيني ليسجل الثالث لفريقه في الدقيقة 56، فيما اختتم فابريغاس الرباعية قبل نهاية الوقت الأصلي بثلاث دقائق. بدوره لم يهنأ ريال مدريد بالصدارة طويلاً، رغم فوزه المقنع السبت في ملعبه سانتياغو برنابيو على ضيفه فياريال برباعية مقابل هدفين. العائد من الإصابة جاريث بيل لم يمهل الضيوف سوى سبع دقائق ليفتتح التسجيل، وحضر صاروخ بيل مرة أخرى ليصنع الهدف الثاني لزميله بنزيما في الدقيقة 25، وقبل نهاية الشوط الأول قلص ماريو كاسبر النتيجة لفياريال، لكن جوهرة إسبانيا الجديدة اللاعب خيسي رودريغيز جلب الثالثة للميرينجي في الدقيقة 64، وبعد أربع دقائق عاد الضيوف مرة أخرى بهدف ثاني لهم عبر اللاعب جوفاني دوس سانتوس، لكن بنزيما أطلق رصاصة الرحمة قبل نهاية المباراة بربع ساعة بهدف رابع، ولد فرحة كبيرة لجماهير النادي الملكي وللاعب الفرنسي بهدفه الذي عادل به السجل التهديفي للظاهرة البرازيلية رونالدو. وكان أتلتيكو مدريد أكبر الخاسرين بتخليه عن الصدارة إثر خسارته المفاجئة خارج ملعبه مع ألميريا بهدفين نظيفين. الدقائق العشر الأخيرة كان نجمها الأول خوسيه أنطونيو غارسيا بهدفين، وبأخطاء فادحة لحارس أتلتيكو العائد للعب مجدداً آرون زوبيا الذي أطاح بأحلام روخي بلانكوس للانفراد في الصدارة. عمر قحطان، وار الرياضية.